هي آخر مرة بتمنعيني شوف بناتي، وإذا رح تضلي تتصرفي هيك أنا يلي رح أحرمك من شوفة أخواتك. كلامي مفهوم؟ ليش ما بدك تتركينا بحالنا؟ حرام، هدول لساتهم صغار. كلارا أنا بحبهم كتير ومستحيل أتخلى عنهم. حاجتك كذب فرانسيسكا، ما في حدا غيرنا هون عم يسمعنا، ما في داعي لهذا الحكي. بعرف إنه بدك المعمل والمصاري. طيب أنا رح أعطيك الحل، خليني أخذ أخواتي ورح أتنازلك عن حصتنا بالورثة. أكيد أنت ما عم تحكي جد. معقول أنت بدك تبادلي إخواتك مقابل حصتكم بالورثة؟ إيه، وليش مو معقول؟ المصاري بعمرهم ما همونا، كل اللي بدنا إياه ما نبعد عن بعض أنا وإخواتي. شو رأيك؟